وأقول لكم بكل الصدق إننا تجاوزنا معا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات، وقد تجاوزنا كل تحد معا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح، ولم تعق إرادتنا التحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب. وأؤكد لكم شكرا جزيلا. صحيح. هخلي الكلام معاكم للآخر وأؤكد لكم بأن في كل أزمة منحة، وبعد كل أزمة مكتسبات. كما أود أن أعبر لكم بكل وضوح أن المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المحدد الذي لا نحيد عنه. وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي أواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات، وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، وأستمع لكل الأصوات من هنا ومن هناك.